قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى قطاع الصحة الآن. التعليم الجديدة التي سيحملها قانون الصحة الجديد من شأنها تسليط عقوبات صارمة على المدخنين في الأماكن العمومية. نتابع التفاصيل عن الموضوع مع صبرين أبو عبلة. قبل أيام قليلة تفصيل عن اليوم العالمي لمكافحة التدخين، كشف وزير الصحة عبد الملك بوضياف أن مشروع قانون الصحة الجديد يضم مواد هامة تحارب التدخين، منها تغريم المدخنين في الأماكن العمومية ب5000 دينار جزائري. في القانون الجديد هذا نتاعنا نتاع الصحة يمنع التدخين أو فيه يعني في الأماكن العمومية، واللي يتمادى عنده غرامة نتاع 5000 دينار جزائري. هذه العقوبة قد تكون رادعة للعديد من المدخنين للإقلاع عن هذه الآفة وتقليل الأضرار الناتجة عنها. quand on voit les dégâts que ça fait sur le plan santé, alors autant appliquer et faire même très vite pour appliquer la nouvelle réglementation. اللي في مرادو عنده طريق، عنده لي زوندرو وين يتكيف، عنده لي بارك، عنده كذا. منع التدخين بالأماكن العمومية نص عليه قانون الصحة السابق، ولكن فرض عقوبات في هذا النص الجديد قد تكون له فعالية أكثر، بينما يقترح أهل الاختصاص توظيفا مكثفا لمختلف وسائل الردع. ربما القانون لازم يأخذ على الاعتبار أنه ربما كاين ناس عندهم إمكانيات مالية وبالتالي الغرامة لا تؤثر فيهم، فبعد مثلا 3 غرامات أو 2 غرامات يكون فيه ربما حتى السجن لمدة شهر ولا، فهذا ربما يعطي القانون أكثر ثقل لتطبيقه. تغريم المدخنين في الأماكن العمومية تعتبر مبادرة جيدة، ولكن هل ستفي الوسائل الردعية التي اعتمدها المسؤول الأول عن القطاع بالغرض؟ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.